السلام عليكم، معاكم مهندس عمرو هلال، والنهارده ان شاء الله نشرح ازاي نعمل كت اوت تيست ببرنامج اي تي للميكانيكات الالكتروني. نشوف مع بعض. الكت اوت تيست بيجي من دياجنوستس تيستس سلندر كت اوت تيست. هتطلع رساله بتقول ان سرعه المكنه لازم تكون ثابته اثناء الاختبار. هندوس اوكي وندوس تحت ستارت. هيطلع لنا رساله فيها 4 سلندر كت اوت و1 سلندر كت اوت. يعني ايه 4 ويعني ايه 1؟ 1 سلندر يعني الاختبار هيقطع الحقن عن رشاش رشاش، كل مره هيقطع عن رشاش واحد فقط. انما 4 سلندر كتاوت يعني هيقطع عن 4 رشات مع بعض ويسيب المكنه دايره برشاشين بس. طب اشمعنى 4 رشات مع بعض؟ هو هيقطع عن كل الرشاشات في المكنه ويسيب اقل عدد رشاشات ممكن المكنه تدور بيها. مكنه 6 سلندر بتدور بنص عدد الرشاشات ناقص واحد، او اي مكنه بتدور بنص عدد الرشاشات ناقص واحد. مكنة 6 سلندر نص عدد 3 ناقص واحد، يعني مكنة 6 سلندر تدور برشاشين. إيه لو مكنة 12 سلندر؟ هيقطع عن بنك كامل، هيقطع عن 6 سلندر ويسيب مكنة دايرة ب6 سلندر تانيين. سبب القطع سرعة الاختبار وسرعة فصل المشكلة فين؟ نعرف المشكلة في البنك اليمين او البنك الشمال، المشكلة في الاربع رشاشات اللي اتقطعوا، ولا المشكلة في الرشاشين بس اللي شغالين، وهكذا. نختار 4 سلندر كتاوي تيست وندوس تحت كونتينيو. هتطلع لنا الصفحة دي اللي فيها شروط الاختبار. شروط الاختبار بيقول لازم السرعة تكون ثابتة ما بين 980 ل 1020 RPM، سرعة حرارة المحرك 77 سلزياس، لا يوجد اي اكتف كود، دواسة الجهاز ثابتة لا تتغير، الفتيس على المور او لو معدة تبقى على النيوترال، المولد بدون حمل ما تحملش كهرباء لو انت شغال مولد. واخر كومنت بيقول او اخر ملحوظه ان سيتم التحكم في المروحه بواسطه الاي سي ام، فالمروحه هتغير سرعتها تلقائيا، واي مخالفه في الشروط دي التيست هيتعمل له الغاء تلقائي. بعدين هتطلع رسالتين، اول رساله ان الاي سي ام هتتحكم في سرعه المروحه تلقائي، ممكن تزيد او تقل، وتاني رساله نفس الكلام، وان سرعه المروحه ترجع طبيعيه بعد نهايه الاختبار. وهنا يبتدي التيست. تيست طبعا انا عامل له تسريع للفيديو، التيست بياخد وقت طويل عن كده شوية. هو هنا بيعمل ويتنج وسامبلنج وبيطلع لي الرقم اللي احنا قلنا عليه قبل كده، بيقطع عن الرشاش ويعوض الكمية الجاز المحقونة اللي فيه، ويرجع يجمع تاني الكمية اللي محقونة في بقية الرشاشات كلها، ويبقى هي دي الكمية اللي كان المفروض الرشاش ده يحقنها. بيعمل الكلام ده مرتين وبعد كده يطلع لي نتيجة الاختبار. نتيجة الاختبار كلها زي ما انتم شايفين طلعت اوكي، والرقم اللي طلع 1.7 متساوي على كل الرشاشات. هو بيعمله مرتين وبياخد الافريج بتاعه. الطريقة التانية للاختبار هو الاختبار 1 سلندر كتاوي تيست. هنا بيقطع رشاش رشاش ويقيس النتيجة ويطلع الرقم زي ما احنا مش شايفين. الرقم طلع 1.7 على كل الرشاشات، وكده خلاص التيست خلص وطلعت نتيجة الرشاشات كلها اوكي. كده تم عمل سلندر كتاوي تيست للمكنة والرشاشات كلها سليمة. شكرا.